سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم. بمناسبة عيد الطفولة، عم يزيد يزور مدن الوطن في حفلات للأطفال. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم ننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. الأربعاء 29 ماي بمدينة عين الكبيرة بالملعب البلدي بعد الإفطار. الخميس 30 ماي لأول مرة في مدينة عين ولمان بالملعب البلدي بعد الإفطار. الجمعة 31 ماي بمدينة سطيف بساحة دار الثقافة هوادي بومدين بعد الإفطار. الخميس 13 جوان بميناء مدينة عين تاجوريت على الساعة 7 مساء. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، ونجحنا نحن اليوم في عمر. الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، كونوا في الموعد. تعالوا هلموا إلينا انضموا.